السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج ايه؟ برج القوس. برج القوس نزلنا على القناه الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والعذراء والميزان والعقرب، والنهارده معانا القوس. شهر ديسمبر الشهر القادم. تحياتي ليك يا برج القوس، كل سنة وانت طيب. ان شاء الله بإذن الله تبدأ سنة جديدة في حياة جديدة بشكل مختلف بفضل ربنا. حط أمنية ببالك يا برج الكوس عشان نشوف الأمنية هتتحقق ولا لأ، وكمان نشوف رسالة شهرك الأيام اللي جاية لحياتك بإذن الله يا برج الكوس. أتمنى لك السعادة وأتمنى لك الخير والهنا لحياتك. يا رب اكتب لينا الخير والسعادة والتوفيق، واجعل بداية أجمل الأقدار، وحقق لي ما نتمنى يا رب. فرح قريب، فرج قريب، رزق قريب لشهر ديسمبر يا برج الكوس. يلا بينا بقى يا برج الكوس نشوف توقعاتك. يا برج الكوس لو بتعاني من سحر، بتعاني من حسد، بتعاني من قرين، بتعاني من أي حاجة، اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانية، ادخل واشترك فيها وشوف العلاج بتاعك. بسم الله ما شاء الله. طيب برج الكوس، دايما اقول ان برج القوس قصته قصة وحكاية حكاية. من كتر ما اتخدع في ناس كتير، من كتر من اللي حواليه، ما بقاش اليومين دول يثق في حد ابدا. صح يا برج القوس؟ من كتر الخداع والظلم اللي وقع عليك ما بقاش عندك ثقة في حد، رغم ان في ناس كتيرة جدا حواليك كويسين، بس انت ما بقتش تصدق حد كويس. وعارف ان انت اتظلمت وظلمت نفسك بنفسك لما دخلت ناس في حياتك ما كانتش تستاهل ان هم اصلا يدخلوا عنك. ربنا يبعد عنك ناس كتيرة جدا عارفاك لمصلحتهم الشخصية، وبيستغلوك اشد الاستغلال يا برج القوس. بيستغلوك بطريقة رهيبة، حاطينك في بالهم وحاطين عليك وبيتكلموا عليك من ورا ظهرك، ودي طبعا حاجة انت لسه ما تعرفهاش ولا لسه اكتشفتها. عندك خداع وكلام كتير من ناس حواليك. شايفة كمان ان انت بتعرف روحانياتك عالية جدا، وبتعرف الحاجة قبل ما تحصل، بتعرف الحاجة قبل ما تحصل من زمان، وانت كنت عايش في حالك وكنت راضي وساكت، وكنت قافل على نفسك بيبان، وكنت بتقول يا حيطة داريني. اتخدعت واتظلمت، وزي ما قلت لك من ناس كتيرة جدا في حياتك. طول عمرك بتحب الخير للناس، ما بتحبش النفاق ولا الكذب، وما بتحبش الناس المستغلة. انت اللي في ايدك مش ليك يا برج القوس، اللي بيطلبوه منك بتدهولهم. روحانياتك عالية جدا في الحاجة اللي بتحسها بتحصل على طول، ولما بتحس انه في حاجة غلط بيبقى بالفعل في حاجة غلط، لما بتحس انه في خيانة بالفعل بيكون في خيانة. دايما بتصدق قلبك علشان بتحس ان قلبك بيعرف الحاجة قبل عينيك، بس وقع عليك ظلم يا برج الكوس من اشخاص كتيرة جدا. كان عندك علاقات مع بعض الابراج الترابية والابراج النارية، ظلموك وكسروا بخاطرك. في منهم اللي هيجيلك ندمان لما توصل لهدفك وتوصل لحلمك. انت الايام دي حرفيا رميت كل حاجة ورا ظهرك، ومركز بس 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 تركيز عميق جدا على هدفك. عايز تشتري عربية، عايز تشتري بيت، عايز تبني حلمك بطريقة مختلفة، ناوي على حاجات كتيرة جدا. بدأ برج القوس ما يبصش على الحاجة اللي مفقودة منه، بالعكس هو بدأ يشتغل على نفسه وبدأ يشوف هو عايز ايه. بس الفترة دي انت عصبي، عصبي جدا علشان اتظلمت من بعض الاشخاص اللي انت كنت معاهم كويس، استغلوك وخلصوا الطاقة اللي جواك. خلي بالك عندك لقاء حلو جدا جدا جدا، ومش كده وبس، كمان ده هيكون في اجتماع بناس كتيرة الفترة اللي جاية، والفترة وحياتك من ناحية العاطفة هيبقى فيه مشاريع ولقاءات وحاجات كتيرة جدا داخلة على حياتك يا برج الكوس. فأنا مش قلقانة على برج الكوس، عشان برج الكوس عنده تأخير في حياة جديدة. أنا عارفة أن أنت في بعض الأمور عندك تأجلت، في أمور كتيرة جدا كان فيها تأجيل عندك، وده بسبب بس العراقيل اللي كانت في حياتك. برج الكوس انت اليومين دول صحتك تعبانة، صحتك تعبانة، تساقط شعر، قولون، صداع، وجع، حسد، اكتئاب، خمول، وكمان احلام، والعين ظهرالك، ظهرالك في اكلك، في شربك، في نومك، في حياتك. العين مش سايباك في حالك، العين مرصودة وحطاك في بالها ومركزة جدا في حياتك يا برج الكوس بطريقة رهيبة. ناس كتيرة جدا غيرانة منك وحاقدين عليك،
ومستخسرين فيك النعمة اللي انت فيها، ما يعرفوش النعمة دي جات لك ازاي، ولا انت تعبت فيها ازاي، ولا حياتك مشيت ازاي. لا، هم باصين لاخر نقطة في الخط، يعني انت وصلت وعديت، فانت ما شاء الله عليك. ما يعرفوش بقى اللي جاي، اللي انت دفعت تمن ايه علشان توصل للحلم ده. بص، عندك معارف الايام اللي جاية هتتعرف عليهم، وهيبقى فيه اجتماع حلو، ووصول لمعاملة حلوة مع الناس. انت عندك عقد شغل، ترقية، في حاجات، حياة جديدة، في حاجة راحت منك، زي سرقة راحت منك، في حاجات راحت عندك، عندك أمور من الماضي هترجع لحياتك، هتخلي بالك علشان انت هتتخلص من كل حاجة، من كل حاجة في حياتك هتتخلص منها، وهتمشي طريق جديد، وهتقول يا ريت اللي حصل ما حصل. يعني ايه؟ يعني مش هتركز على اللي راح منك تاني، خلاص هتبص لحياتك بشكل جديد، هتبص لحياتك بشكل مختلف. انت برج ناري، والنار اللي جواك ممكن تحرق بلد، بس برضو انت مركز على هدفك، هدفك مستحيل تتخلى عنه. معروف من برج القوس ان هو استاذ في لغة العيون، بيفهم الناس من عيونها، من حركاتهم، من اي حاجة بيعرفوه. بس فتاة الكوز دايما متألقة ودايما أنيقة، بس عندها وقف حال بسبب العيون والسحر اللي بيتجدد لها من واحدة ست مش حبلها الخير، ولا حابة ان هي تكون مبسوطة في حياتها. عندك اشاعات كتيرة جدا الناس واخداها عنك يا برج الكوز. والله يا برج الكوز هم مش عارفينك كويس، هم مش عارفينك كويس، ولا يعرفوا حياتك فيها ايه، هم بس بيتكلموا عليك وبيأذوك بطريقة، يعني انت رامي همومك على ربنا. بتتعامل انت يا برج الكوز بشخصية تلقائية، بنية صافية، ما بتحبش الخبز زي ما قلت لك، ولا بتحب اللوم، شخص بسيط جدا وبترضى بأي حاجة، بس ملكش حظ مع بعض البشر علشان انت نضيف من جواك وبتعمل الواجب وزيادة، وهم اصلا بيكونوا بوشين وبيكونوا مخدعين. شايفة كمان ان انت هنا كاتم على نفسك وقافل على نفسك، وشي كمان عندك هنا حصلت خسارة كبيرة في حياتك الفترة اللي جاية، ودخلت في علاقة كانت مؤذية، كانت مؤذية، اتأذيت منها يا برج الكوس العلاقة دي. بس ما تقلقش، ما تقلقش، انت متحبش الخداع ولا بتحب تزييف الكلام، وهم اللي بيحبوا كده، الناس اللي في حياتك هم اللي بيحبوا كده. انا مش عايزاك تقلق، بس انت بتعاني من الحسد الشديد، الحسد اللي عامل لك تشوش في دماغك. معروف ان انت قوي، معروف ان انت مريت بازمات كبيره، معروف ان انت مريت بخيبات امل، انت انسان قوي وعندك القدره تتحمل اللي جاي واللي فات، بس خايف من المستقبل قوي. اليومين دول انت ملكش نفس يا برج الكوس حرفيا ان انت ولا تكلم حد ولا حد يكلمك. والله برج الكوس حاليا بيعمل التليفون صامت وما بيحبش يتكلم مع حد، بس بتلتزم بمواعيدك جدا. شايفة كمان ان انت خلاص رميت ورا ظهرك وبتبص لحياتك، بس حواليك ناس منافقين في كمة الحقد والغل، وحاسدينك ونقرين الجميل، وكانت غلطتهم ان انت دخلوا في حياتك. انا عايزه اقول لك على حاجه، ويا ريت تسمع كلامي، يا ريت تحب نفسك وتعتذر لنفسك وتطبطب على نفسك، علشان ما فيش حد هينفع غير نفسك. شايف يا برج الكوس، التعب اللي بيجي لك فجاه ده بسبب الحسد اللي عليك وبسبب الكلام. كانت عندك فتاه اتعرفت عليها، كانت صديقه في حياتك، خانتك وغدرت بيك وخلتك اتصدمت، انت ولا عندك اصحاب ولا عندك احباب، متردد في علاقة او في حاجة معينة متردد فيها. بس احلى حاجة فيك ان انت بتثق في نفسك جدا يا برج الكوس، واثق في نفسك وعارف انت عايز ايه وايه اللي المفروض تعمله، ودي الحاجة الوحيدة اللي مخليك ساكت وراضي وبتقول ان شاء الله بإذن الله اكيد ربنا هيكرمني. وزي ما قلت لك انت بتعاني من الحسد الشديد اللي مسبب لك ألم في الركبة، صداع مستمر، الفلوس زي ما قلت لك متبخرة، مهما تمسك فلوس يا برج الكوس مفيش فلوس بتفضل في ايدك، والخانقة اللي بتجيلك من غير سبب دي بسبب الحظ
القليل اللي في حياتك. ما تقلقش، انت هتحرر نفسك من العلاقات المؤذية اللي في حياتك، وهتطلع نفسك من الكركبة ومن الحيرة اللي عندك. بس عايز اقولك ابشر، ان انت عندك قلب حلو جدا. طيب بص يا برج القوس، انا عارفة ان انت شايل هم كبير وشايل حمل وساكت وراضي وبتقول انا ليه رب كبير، ليه رب اكيد عارف انا بعمل ايه. شايفة كمان ان انت هنا بتدعي ربنا في دعوة مستجابة، بتدعي ربنا، بس انت خسرت ناس كتير، ودي حاجة كويسة. خسارتهم لو انت شايفها خسارة فهي مكسب ليك. بص يا برج القوس، جايالك هدية في الطريق. الهدية دي انت هتكون مستعد ليها، علشان هتكون حلوة وهتكون فيها ايجابيات لحياتك. شايفة كمان ان انت هيكون في فرحة في بيتك، فرحة في بيتك، علشان شايفالك فرحة حلوة جدا، والفرحة دي هتكون فيها لبس جديد، فيها تغيرات جديدة، فيها حياة افضل من اللي انت كنت عايش فيها الفترة اللي فاتت. بسم الله ما شاء الله. طيب اخيرا يا برج الكوس هتوصل لهدفك، اخيرا هتوصل لحلمك اللي بقالك مده بتسعى عليه ونفسك توصل له. طيب انا عايزه برج الكوس يبشر، يبشر باخبار حلوه جياله، يبشر بانطلاقات جديده هتدخل لحياته. مهما مريت بحزن، مهما مريت بغدر، عندك جبر خاطر من عند ربنا. الفترة اللي جاية دي هتكون بس جبر خاطر ليك. الغلطة اللي انت غلطتها يا برج الكوس ان انت دخلت ناس في حياتك ما كانتش تستاهل، ودي اللي انت فعلا بتدفع تمنها لحد الان، ومازال تدفع تمنها عشان الناس دي ما كانتش تستاهل. بس معلش، كل حاجة وليها وقت، مفيش حاجة بتدوم يا برج الكوس. انت عندك فرح وعندك سعادة، حاول تستغله وما تخليش الطاقة السلبية تسيطر عليه. في فرحة كبيرة جدا جايالك في الطريق، هتغير حياتك للأحسن وهتفرحك، ومش كده وبس، كمان ده هتفتح لك الأبواب اللي كانت مقفولة، وكمان هتطلعك من المشكلة اللي واقفة في حياتك وهتلاقي لها حل. العين رصدة في حياتك بطريقة رهيبة. انت اليومين دول حاسس بكسل وخمول من الضغط النفسي اللي بيظهر لك على وجع جسدي، حتى مش عارف تنام ولا عارف ترتاح، وده كله بسبب البومة اللي قاعدة ومرصودة في حياتك. صدقني انت مش حظك قليل، بس انت محسود على طيبة قلبك، محسود على الحياة الجميلة اللي انت عايش فيها، وهم ما يعرفوش انت ايه اللي دفعت، ده ايه التمن اللي انت دفعته. طيب زعلان على نفسك قوي يا برج الكوس انت، علشان خاطر طبطبت على ناس في يوم من الايام واتظلمت، شايفة كمان هنا عندك حب كبير في قلبك، وعندك كمان حياة جديدة. انت عايش وسط ناس تعبين، عايش وسط ناس يعني مركزين، هم اصلا ما بيحبوش الخير لحد، فبالتالي مش هيحبوا لك الخير يا برج الكوس. فدي حاجه ما تقلقكش، يعني حاجه ولا حاجه تعصبك. طول ما هم ما بيحبوش الخير لحد، فولا هيحبوا لك انت الخير ولا هيحبوا الخير لاي حد. في عندك هنا مرات اخ مش كويسه، واخت حقوده وغياره، اخت حقوده عندك وغياره، بتوقعك في مشاكل، بتوقعك في حيره، وعشان كده انت يا برج الكوس قلقان ومخنوق. بس ده كله ما يدلش ان انت عندك حياة جديدة. ناوي تدخل جمعية اليومين دول، ناوي تشتري الحاجة اللي بقالك مدة عايز تحملها، بس بتهرب من الواقع بسبب تفكيرك المستقبل، بتفكر في المستقبل بطريقة كبيرة. لا يا برج الكوس، مش عايزك تفكر في حاجة، هدي أعصابك ونفسك علشان توصل لهدفك. في حد عندك بوشين يا برج الكوس، حد عندك بوشين عامل زي الغراب، معاك بكلام ومعاك بكلام. معروف ان برج الكوس مستحيل يتخلى عن هدفه ابدا، مهما يكون المتاعب والمصاعب والحياة، بس
واخد فترة من التشتت والتعب، وبتعاني من أمراض كتيرة جدا ظاهرة لك في حياتك بطريقة رهيبة. ده كله بس ما تقلقش، فترة وهتعدي، وهتبدأ تركز على هدفك وتركز على حلمك. في واحدة بتحكي لها سرك، هي بتقول لك ان هي يعني ايه، انت بتحكي لها سرك يا برج القوس. ايوه بتحكي لها سرك، بس بتطبطب عليك، بتطبطب عليك وانت ما تعرفش ان هي مش كويسة. يعني هي بتطبطب عليك تمام، ما فيش اي مشكلة، بس هي مش حابة لك الخير زي ما انت فاكر، ولا حابة ان انت تكون مرتاح، ولا تكون متألق زي ما هي رسمها لك الدور. فلا، هي اصلا بتسمع منك وتتكلم معاك، بس صدقني من وراك جايبة في سيرتك بطريقة رهيبة. عندك نميمة وسمعت كلام زعلك الفترة اللي فاتت، كان في نميمة عندك مع بعض الأشخاص، وسمعت كلام ضايقك وخنقك وخلاك مبقاش ليك نفس لأي حاجة. وزي ما قلتلك، انت اليومين دول عصبي بسبب الضغط النفسي اللي انت مر بيه ومحدش حاسس بيه. بتدور دايما على الحنان وعلى الحب، وكل مالكش حظ في الحب، انت مالكش حظ في الحب، عشان كل اللي دخلوا حياتك ظلموك وعملوا لك مشاكل. وفي طرف تالت بيتدخل كان دايما بينك وما بين الشريك، وتعبك نفسيا لدرجة ان انت خدت فترة بتعاني بطريقة كبيرة جدا، ملقتش ولا حبيب ولا صاحب ولا اخ جنبك. اعدائك هم اللي من دمك ولحمك، قدامك عاملين حبايبك، ومن وراك صدقني يا برج الكوس بقالك مدة بتعاني. انت دخلت في علاقة ضيعت فيها كل حاجة حلوة، ضيعت فيها شبابك، خدت من عمرك كتير او خدت من وقتك كتير. العلاقة دي كانت مع حد اذاك، وصدقني ندمان جدا ان هو في يوم من الايام ظلمك، ندمان جدا انه في يوم من الايام جه عليك وكسر بخاطرك. فمش عايزاك تقلق يا برج الكوس، انت عندك جبر خاطر الايام اللي جاية، بس خليك وركز على هدفك. وشايفة كمان ان في ناس هنا لابسين قناع مش وشهم، واقفين في طريقك، وهتحط النقط على الحروف. انت عندك امل في موضوع، والموضوع ده هيمشي، وهتبقى في حياة حلوة، وهيبقى في تطورات. شايفة كمان ان انت هنا هتطلع من الطاقة السلبية اللي في حياتك، بس في حد عندك متعدد العلاقات وعيونه زايغة مش كويس، خلي بالك منه، وحط بينك وما بينه حد علشان توصل لهدفك ولحلمك، وبلاش طاقة التردد وطاقة الحيرة اللي انت مارر بيها الايام دي. شايفة كمان ان انت هنا اتظلمت قوي، وحس ان انت مظلوم. حاول ما تبقاش مندفع الفترة دي في قراراتك، علشان ما تدخلش في أي مشكلة مع نفسك، أو تدخل في أي صراع مع نفسك وفي حياتك. كل الإنسان بتعيش أخطاء، محدش خالي. عندك حد في حياتك، واحدة ست، الست دي بيضة بتلف وبتدور حواليك، وفي واحدة تانية بشرتها قمحوية خمرية، نيتهم الخبيثة اتجاهك، خلي بالك، علشان فاتحين عيونهم عليك ومنتظرين ان انت تقع باي طريقة، منتظرين يوقعوك، حتى لو هم ممكن يعملوا لك اي مشكلة من ورا ظهرك علشان يوقعوك. انت مستلف من حد فلوس يا برج الكوس، ولا ناوي تدي حد فلوس؟ انا شايفة انه في كلام فلوس عندك، في كلام فلوس. بص يا برج الكوس، الفترة دي الدنيا مش مستاهلة، اللي يبيعك سيبك منه، كبر دماغك وما تشغلش بالك بحد. شايفة كمان ان هنا يعني الاشخاص اللي انت اكتشفت حقيقتهم وخيانتهم سببوا لك جرح وحزن في قلبك، بس ما تقلقش، عندك نصرة، نصرة حلوة هتدخل لقلبك بإذن الله. شايفة غيرة وحقد عليك وكلام، ما تقلقش، الباب اللي اتقفل في وشك هيرجع يتفتح تاني، بس ما تديش حد فرصة زيادة عن اللزوم، وبلاش طول عمرك تتعامل بطيبة وحب وحنان. هتفضل لحد امتى كده يا برج الكوس؟ ما هي طيبة قلبك اللي وقعتك في مشاكل، حنيتك الزايدة على الاخرين اللي بيستغلوك، هم فاهمينك بس انت مش فاهمهم، رغم ان انت بتفهم كل الناس، بس اللي بيستغل، لا هم ممكن تكون انت مش فاهمه، علشان انت ما بتحب ما بتشوفش عيوب،
بتحس ان هم فعلا كويسين، وعشان كده متلخبط قوي الفترة دي ودموعك نازلة وحاسس بفترة كركبة. الفترة دي هتعدي وربنا هيحللك الامور العاطلة عندك. انا عارفة ان ما بقاش عندك امان لحد، وده بيدل ان قلبك تعبان الفترة دي قوي يا برج القوس، بس في خبر حلو يخصك هيفرحك. بس وقف التنازلات، وقف التضحيات اللي بتضحيها من اجل الاخرين، وحاول تركز على مشكلتك وحاول تحلها. عندك صلح بينك وما بين حد، هيبقى فيه مواجهة او هيبقى فيه كلام بينك وما بين شخص. انت دايما بتهرب من الكلام ومبتحبش النفاق ولا الخداع، بس عندك اشياء حلوة الايام اللي جاية هتعملها. اليومين دول انت بتعاني من وجع في رجلك، ما تقلقش، عندك طريق هيتفتح لك، والطريق ده هيبقى فيه نهايته جبر ليك. بص يا برج القوس، عندك اوراق هتتيسر في المحكمة، في قضية هتكسبها او هتربحها، او في ورث عندك هيجيلك، بس في مشكلة وقفالك وهتتخلص منها. بس احذر وبلاش العصبية، عندك انفراجات حلوة وتيسير امور، وفي شخص هيوضح لك وجهة نظر في حياتك ما كنتش واخد بالك منها. شايفة كمان في عزومة ولمة ببيتك، وهتبقى عزومة خير، وفي شخص هيطلب منك مساعدة وهتديها له وهتقف جنبه وهتساعده. انا شايفة تعب على وشك، التعب بدأ يظهر على وشك ويظهر على حياتك. لا يا برج القوس، كل حاجة وزي ما في راحة في شر، وزي ما في خير في كلام كتير، فدي حاجة ما تقلقكش ولا تزعلك. ركز بس على هدفك وركز بس على حلمك. انا عارفة ان انت صاحبك وما بتحبش الكلام، ما بتحبش النفاق ولا بتحبش التوتر ولا بتحب الحياة دي، بس ما تقلقش وبلاش التفكير الكتير اللي عامل لك عراقيل بينك وما بين هدفك وحلمك. شايفه لك هنا كمان اشخاص بيلفوا وبيدوروا حواليك، صدقني هتكتشف حقيقتهم وبرضه هتخرجهم من حياتك. بص يا برج القوس، الفتره اللي جايه دي شايفه لك ان انت هتكون واثق من نفسك جدا وهتعتمد على نفسك، علشان عندك مشكله جنبك او حواليك، فهتحاول تخفف عصبيتك علشان تعبت من بعض البشر لانهم دايما بيقيدوك وبيستغلوك، وكمان يعني ايه بيسيطروا عليك وانت ما بتحبش كده، فهتحرر نفسك. عندك تطورات في تفكيرك حلوة، ومش كده وبس، في بعض الاحداث هتبقى حلوة عندك حواليك، بيع شراء زي ما قلت لك، بس في شخص بيراقبك من بعيد قوي، في شخص بيراقبك من بعيد، والشخص ده أذاك، وفي ناس بتتجسس عليك يا برج القوس، خلي بالك في ناس بتتجسس عليك من بعيد لبعيد، لدرجة انه في ناس داخلة الفيديو علشان تتفرج علشان يشوف حياتك. صح؟ طيب بص يا برج القوس، على قد ما انت مريت بغدر وخيانة، على قد ما قلبك هيرجع يدق من جديد، وهتشوف الحب بشكل مختلف. انت اتظلمت وكل الناس جات عليك، قلبك من جوه مقفول، بس عندك بشرة حلوة، قلبك طيب ورقيق، وعشان كده في امور هتفرحك. انا عارفة ان تأجيل الامور ده مزعلك قوي، ونفسك تاخد القرار الفترة دي ومش عارف، بس الخير قادم في حياتك، والفرحة شايفاها ترجع تعوم لحساباتك من جديد. ما تقلقش، اللي فات ده كله فترة وعدت، الأيام اللي جاية هتثبت وجودك وهتشوف حياتك بشكل مختلف. رجوع للمنفصلين، مكالمة الأيام اللي جاية، اشتياق، لهفة، بالك مشغول بحد في خانقة وفي ضيقة، طاقة تفكير في حد مسجون عندك يا برج القوس، في حد عندك تعبان الله أعلم، بس انت عندك بالك مشغول وطاقة تفكير رهيبة. اللي بالك في واحدة حية، واحدة مش كويسة قادمة للطريق إليك، بس انت ممكن ما تدخلهاش، مش هتدخلها لحياتك. انت من كتر الحقيقات اللي انت اكتشفتها في حياتك ما بقاش ليك نفس، محتاج بس راحة البال وخلاص، مش عايز حاجة تاني، وعشان كده دايما زي ما قلت لك بتدور على الاستقرار وبتدور على الحب، ودي حاجة طبعا انت فقدها بسبب الضغط النفسي اللي عليك، بسبب الاشخاص اللي ازينك من ورا ظهرك. يعني انت مأزي من مشكلتك ان انت مأزي من اعز الناس اللي جايبين في سيرتك
وبيتكلموا عليك. بس ما تقلقش، عندك رسالة حلوة الأيام اللي جاية هتخلي قلبك يدق من جديد، ومش كده وبس، كمان ده هتخلي أيامك القادمة هتكون خير وهتكون فرحة. انت ناوي على حاجات تعملها في حياتك، ناوي تنزل تشتري طقم جديد، ناوي انك تعمل حاجة كويسة في حياتك بشكل مختلف. المهم ان انت عندك فترة حلوة وشراء هدوم جديدة او حد هيجيب لك هدية. انت عندك سفر الفترة اللي جاية او مشروع جديد، عندك تفكير في المستقبل، في اهدافك، بتحاول تعيد حساباتك، بتحاول تخلي بالك من نفسك، بتحاول ان انت ترضى بالامر الواقع، وبتركز بس على هدفك، وما بقتش تركز على كلام الناس ولا تقول الناس عايزة مني ايه. لو انا هفضل اركز على كلام الناس فانا هتعب نفسيا، وده اللي انت مريت بيه في فترة من الفترات، تعبت نفسيا عشان كنت مركز على كلام ناس وازوك، فما عادش في امل بقى يا برج الكوس ان انت تفضل تضيع وقتك وتضيع افكارك وتضيع حياتك على كلام انت ما تستاهلش ان انت تسمعه. انت دايما متألق، وطول ما انت متألق فهيكون عندك بشر سارة الايام اللي جاية، وعايزك تتفائل يا برج الكوس علشان انت داخل على الايام اللي جاية فيها فرح لحياتك، وهيكون فيه هنا كمان، وهيكون فيه سعادة. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون فيه تغيرات جذرية وهترضى بحياتك، وهيبدأ يتجمع بينك وما بين حد بتحبه رابط قوي وعلاقة قوية. مش كده وبس، كمان ده هيكون فيه رسالة هتنتهي ليك بمنتهى حياة حلوة. انا عارفة ان انت خدت فترة من التشاؤم واليأس، خدت فترة من التعب، بس ما تقلقش، عندك تغيير عتبة الفترة اللي جاية، والغيمة السودة اللي غايمة على وشك وعلى حياتك دي هتنتهي، وكمان هيبقى عندك حياة حلوة، وهيبقى لقاء بينك وما بين حد هيكون تجمعات حلوة برضو. وعايزة اقول لبرج الكوس ان انا مش شايفة لك قلق ولا شايفة لك حيرة، انا شايفة ان الفترة اللي جاية انت مش هتكون خايف من اي حاجة، علشان هتكون متميز بحياتك، وما تخافش من شريك حياتك علشان فعلا هو بيحبك. وشايفة كمان انه في شخص بيتدخل بيأذيك وبيحاول يفشك اسرارك، فخلي بالك علشان خاطر العين القوية صيباك بالحسد، مخلية حالتك النفسية تعبانة يا برج الكوس. فحاول بس تركز على هدفك الفترة اللي جاية، وتركز على مستقبلك، وتركز على حياتك. انت ناوي زي ما قلت لك تشتري كذا حاجة، وبالفعل هتروح تشتريها علشان بدأت تهتم بنفسك وبدأت تبص على حياتك بشكل كبير جدا. بس بلاش التراجع وبلاش الطاقات السلبية اللي ممكن تسيطر عليك. في عدو ليك في حياتك بيعاملك بكل محبة وكل إخلاص، بس هو أصلا عدو ليك. في خطوبة وزواج يا برج الكوز زي ما قلت لك، خطوبة وجواز الأيام اللي جاية، شايفالك فرحة حلوة، وشايفالك كمان انطلاقة جديدة في حياتك بشكل مختلف، بشكل كبير، بشكل تغيرات جذرية لحياتك الفترة اللي جاية. هيكون في تحسنات حلوة جدا، هيكون في انطلاقات حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله. طيب عايز أبشرك يا برج الكوس برجوع حد من الماضي، برجوع حد عزيز على قلبك، بكمان نقلة جديدة، بعلاقات حلوة، بأفراح هتدق على بابك وهتفرح قلبك من جديد. على شايفالك هترجع أيامك تتحسن. كنت في علاقة مع برج العذراء واتظلمت منه، وحصل لك غدر وخيانة وكلام كتير من وراء ظهرك، وكانوا دايما أهل الشريك حاطين عليك من علاقة مع برج العذراء، ودخلت علاقة مع برج الثور وأذاك وظلمك، بس هيرجع لك ندمان، ودي حاجة ما تقلقكش. وكان عندك برضو علاقة مع برج الحمل واتظلمت وخانك، انت كنت بتحب شريك حياتك جدا بس سابك وظلمك، وممكن كمان يكون اتجوز وخلف. شايفالك هنا فرحة وتغيرات جذرية ورجوع حد ندمان ليك وفرحة خير، وهتوصل لهدفك. نشوف رسالة شهرك يا برج الكوز بتقولك ايه، ونشوف الامنية اللي انت حطيتها في بالك فيها ايه. طيب بص، تغيرت كتير بسبب الحزن اللي خد وقت في حياتك، والسبب طيبة قلبك الزايدة، والحظ اللي خد فايدة في حياتك من غير أي نتيجة. تألمت من أعز الناس ومن أساوة الإحساس والظلم اللي كان في حياتك. أيامك القادمة هتكون خير
ورزق، وهيبقى فيه فرحه، وهيأتيك الحبيب، وهي يعني هيأتيك الفرح والنصيب من اجل من تحب. طيب نشوف الامنيه اللي حطيتها ببالك فيها ايه. طيب هنختار ورقه يا برج، هنختار دي. سيكافحك الله عن كل صبرك في الايام الصعبه، على ظلم من اذاك، على ثقتك اللي انت اديتها للناس وما طلعوش يستاهلوها. الضيق من بعد الضيق فرح، ومن بعد الهم سعاده. سيضحك وشك في يوم من الايام مع من تحب، بس قول ابشر بفرج عن قريب. ايه رأيك يا برج القوس؟ طيب نشوف رسالة تانية لبرج القوس. وبشر الصابرين بتفاؤل، فخلف الأقدار فرحة كبيرة هتدق على بابك. تحياتي لك يا برج القوس، اكتب تم يوصلك علاج السحر على قناتنا التانية.